حزب الله مشكلتي معه انه هو من السلطه الشرعيه اللي ناجي على الانتخابات الديمقراطيه. ولكن الحكومات المتعاقبه مش هي شرعته؟ بلى شعب بلا. جيش مقاومه؟ فيك انت تعمل بالبلطجه تفرض وضع تخلي الحكومات كلها تساوى تقبل انك تسيطر عليها مثل سبع ايار؟ سبع ايار حتى قبل التهديد بال يعني ايوه نصر الله اكثر من مره قال اللي بده ينزع السلاح المقاومه بدنا ننزع روحه نقطع رقبته الى ما هنالك. يعني البلطجه بحد ذاتها هي مش بالضروره انه عملت حدث سياسي، بس مجرد ما انك انت تكون عندك القدره انك السلاح والقوه الفائده ايه حتى لو ضبه، بس طالما غيرك عارف انه عندك سلاح فهيدي بتكون مباشره عم تستعمل هذا السلاح لحتى تهيمن على الباقيين.